طيب ايش هي الصعوبات العقبات اللي تواجه يعني التفريغ؟ التفريغ فيه مراحل، مرحلة التفريغ والمرحلة يعني المرحلتين الكبيرتين هي مرحلة التفريغ ومرحلة التنسيق مع المراجعة. هذه ما قبل الإخراج يعني. نعم. وبعد الإخراج احنا نبغى العقوبات العقبات التي تكون قبل الإخراج، قبل إخراج التفريغ. هذه التفريغات طبعا الآن يعني ما شاء الله للمشايخ يعني الدروس كثيرة ونحن نحتاج نفرغ أكبر قدر ممكن، وهذه تحتاج مساعدات، تحتاج تعاون، تحتاج جمع عمل مؤسساتي، ما يحتاج عمل فردي، مع أنه يعني الحمد لله يعني استطعنا بإذن الله عز وجل وبتوفيقه تفريغ كل أشرطة الشيخ صالح الشيخ اللي كانت موجودة في ذلك الوقت ما شاء الله، وأيضا كثير من شروط الشيخ خالد المصلح. نعم. مع أنها غير منشورة بكثرة في الموقع ما لكنها كثيرة جدا، دروس الشيخ عبد الرزاق البدر ما شاء الله، دروسكم أيضا، خلي دروس الحمد لله أنا موجودة ما في شيء، أيضا دروس الشيخ صالح العصيمي وغيرهم يعني كثيرين ما شاء الله. طبعا من أكبر العقبات هو أنه أحسن شيء أنه الذي يفرغ لا يكون هو نفسه الذي يراجع، طبعا لازم لأنه هذه حتى عندنا احنا في الترجمة الآن اللي يترجم نجعل اللي يراجع آخر ويكون يعني ليس بينهم علاقة، لأنه بينهم علاقة ممكن يحابيه في بعض الأشياء. لا حتى لأنه هذه علميا أنه الإنسان أخطاعه لا يكتشفها، ما يستطيع صح لأنه أو صعب، حتى أنه بعضهم في كتابة المقالات العلمية وكذا لأنه حيكتبها لوحده ومش حيرجعها لواحد آخر في البداية يكتبها، ينصحون أنه يتركها لفترة ويشتغل أشغال أخرى ويرجع لها، يرجع لها حتى بعد تختفي تلك الخلفية الخاطئة اللي كانت مرسومة في ذهنه. سبحان لذلك الله. الجيد أنه لو يكون يفرغ ما يكون هو نفسه اللي راجع. تمام. وهذه نجد فيها صعوبة لأنه كما تعلمون أنه الموقع تطوعي وأنه جلب لكن الحمد التطوعي. لله يعني لا يحتاج إلى مال، فقط يحتاج إلى جهد، حتى الفقراء يستطيعوا يشاركوا معكم في هذا المشروع. لكنها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى صبر مثل ما قلنا في البداية. لابد صبر. يحتاج إلى صبر. وهذا الصبر مثل ما الآن نحن نحتاج إلى صبر اللي المداومة على قراءة الورد القرآني. مثلا. يحتاج أيضا التفريغ إلى الصبر على التفريغ يوميا، على الأقل تضع في اليوم مثلا ربع ساعة تفرغها أو ربع ساعة ترجعها يوميا، لأنه إذا انقطعت خلاص لن ترجع له. الله المستعان. طيب.